ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ احلام، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي الانيميا ما تطلعش عن 9.3. بالراحه عليا، بتقولي ايه؟ ماشي. الانيميا عندي ما بتطلعش عن 9.3. سنك كام سنه؟ 50. حضرتك يعني انت وانت عندك 30 سنه كانت بتطلع 9.3؟ لا، انا ما حللتش غير بعد ما يعني من سنتين. طيب، كده ولا حاجه. طيب ليه حللت؟ طيب يعني عشان متابعه. طبعا كنت خدت علاج الفيروس. طب خلاص خلاص، يعني اذا انت ما عندكيش اعراض؟ لا الحمد لله. طب ايه اللي مزعلك؟ مش بتطلع ما زي ما تطلع، جسمك متعود عليها وزي الفل. يعني اللي بتنهاجي اللي بتنهاجي وانت بتنهاجي وانت طالعه السلم؟ اه. طب يبقى عندك اعراض. امال بتقولي ما عنديش اعراض ليه؟ عارف انت اقول لك ما عنديش حاجه وبعدين تسال تلاقي كل حاجه موجوده. انا ولا يهمك. بنتعلم من بعض. يعني انت حضرتك في رفرفه في القلب؟ ما انا خدت يا دكتور برافوتين، وخدت فيتامينات. ما هو انت الحديد ده عشان اولا انا اديك حديد كده مني لنفسي ده غلط. لا ده بإشارة الدكتور. ما انا فاهم، هو انا هو غلطان برضه. ليه؟ طب اعمل ايه؟ هو انا اللي يعني هغلط تقول لي صح؟ هو اللي قاعد قدامك ايه، ميكانيكي؟ لا 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 لا، لازم تقول هو دكتور. على راسي يا دكتور، انت على راسي والله. بهزر معاكي بهزر معاكي. قولي لحضرتك، هقول لحضرتك مع احترامنا للميكانيكيه، ما هم بيبهدلوا الدنيا برضه. طبعا. لانه بيشتغلوا غلط اساسا. بص يا ست الكل، اتفضلي اقفلي وهتكلم في التليفون. شكرا يا استاذ احلام، شكرا، خليكي مع الدكتور. هو دلوقتي حضرتك موضوع الانيميا ده المفروض نحتاط منه كتير. الدكاتره ساعات بتندفع وتعتبر ان الانيميا كلها نقصها نقص حديد. تمام. وهم كان لهم حق، بس الكلام ده في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات ويمكن الثمانينات. لكن دلوقتي بقى ان كيلو اللحمه بقى زي الطعميه والفول، فالناس بقت تاكل لحوم. والحديد عاده موجود في اللحوم الحمراء، مش في لحوم الدواجن. يعني طيب. لحوم الجاموسي والبقري والكلام ده، واخد بال سيادتك؟ واللحوم بقت متوفره الحقيقه، ده حق ربنا يعني. بس ده يعني لما بيبقى في افراط في الموضوع. يعني ايه افراط؟ لما يعني ياكلوا لحوم كتير مثلا. لا لقطه يعني. ما كويس ان ياكل كده عشان ياكل حديد كتير، يعني ايه الزعل؟ والحديد بتاع اللحوم او الكبده بيمتص مباشره، مش محتاج هضم. تمام. جميل. لكن بتاع الحديد اللي هو الموجود فيه مثلا في الرمان، موجود مثلا في بتاع الناس السبانخ، موجود في اي حاجه، ده بياخد مجهود على ما يتهضم. لانه بيكون حديد ماسك في مركبات معقده محتاج ان هو يفك. تمام. طيب القصه دي ليه؟ عايز اقول ان نقص الحديد في السيدات عاده يكون سببه زياده في كميه الدم بتاع الدوره. عاده 99 او 98 او 80%. زيادة الدورة، بدل ما الست بتنزل كمية دم على 3-4 ايام بتنزل ضعفها، فيجي لها نقص الحديد. لكن نقص الحديد عشان ان اخذ الحديد الكلام ده بطل، مش قوي كان موجود زمان. تمام. طيب هل كل واحد يجي له انيميا ادي له حديد؟ في خطورة. يعني مش مجرد ان نسبة الهيموجلوبين تبقى 9.3 زي ما بتقول اروح مديها حديد، لان في اسباب اخرى. علاج الحديد لو خدته هو ما كانش هو السبب، يعمل تسمم في الكبد، ويعمل ترسبات في الكبد، ويعمل ترسبات في الطحال، ويمكن ترسبات في حتت اهم من كده كمان. فمن هنا انا شايف ان انت هتعملي، انت خلاص نسبه الهيموجلوبين عندك 9.3، هتعمل نسبه حديد في الدم، نسبه الفريتين، نسبه حاجه اسمها توتال ايرن بايد الكباستي. الحلقه بتتعاد، موجوده على اليوتيوب، ان شاء الله سجل اللي احنا قلناه ده وتروح للمعمل تعمله وتبلغه. طيب احنا معنا